يلا بقى جاوب لنا على السؤال، اتفضل. ليه الراجل بيتهرب من مسؤولية الجواز واسمها fear of commitment؟ اهو fear of commitment او fear of responsibility، الخوف من المسؤولية. اوكي. احنا عندنا ثلاث أضلاع لأي أنواع حب تستمر في الحياة. القرب أو القرب أو الحميمية الانتيمسي، الشغف أو الباشن، ثم الكوميتمنت أو الالتزام تجاه الطرف الآخر. فالراجل عايز القرب والباشن ومش عايز الالتزام، وده بنسميه فاكشنت لاف، ده حب غير واقعي وغير سليم، ما بيكملش. والناس اللي ما بتكملش أي بروسس في الدنيا، أي حاجة بيعملها في الحياة، هو بيبقى عنده مهام غير مكتملة في عقله على فكرة، بيقعد يدور عليها بقية العمر. يعني أنت لو ما كملتش النهاردة حبك لشخص ما، أنت هتدور على مين يملى الفراغ ده يوما ما. تخيل. يعني إيه ما كملش؟ يعني ما اتجوز ولا يعني إيه؟ يعني كان عنده حسابات تانية. بمعنى اوضح يا دكتور، كان خايف من الطرف الاخر. خلونا ما نمشيهاش على الراجل بس، لان هما الطرفين عندهم fear of commitment بشكل قوي. ال 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 الخوف دوت مستمر طول الوقت. انا مش عارف الطرف الاخر كانت خبراته عامله ازاي. احنا عندنا في مجتمعاتنا نبش في الماضي بشكل عنيف. لا بس هو نبش الماضي بيبقى من الراجل للست. مش العكس. لا ما يعني انا ده هقوله، ولكن اللي احنا بنشوفه واقعيا يعني في عياداتنا للاسف انه في العكس موجود وبشكل قوي. ليه؟ لانه من كثره